جرايه يا عبد الله. يا باشا ازيك يا حاتم بيه؟ ايه يا راجل، مش تقول ان مراتك حامل؟ يا باشا الله يبارك فيك، ده لسه الحمل في الاول يعني، ان شاء الله خير. لا طبعا كان لازم تقول لي الف الف مبروك يا عبد الله. الله يبارك فيك. امسك. لا يا باشا الله يخليك. امسك يا عبد الله. لا الله يكرمك، والله مستوره، والله زي الفل. ما تكسفنيش بقى. ماشي يا حاتم بيه، متشكرين. وبعدين بتفطر لوحدك، انت بخيل ولا ايه؟ يا باشا اتفضل. اعمل لي طب كوبايه شاي. ولع الشاي؟ ايوه. شاي بحليب ولا شاي ساده؟ لا شاي ساده. ماشي ماشي يا باشا. طب يا باشا عايز سكر ايه؟ يعني معلقتين ولا ثلاثة ولا ايه؟ ثلاث معالق. حاضر، ثلاث معالق. ماشي. باشا عايزه نعناع ولا في قرنفل ونعناع وحاجة؟ مش عايز حاجة يا عبد الله. والله يعني ماشي. مش عايز حاجة. الحقنه اللي في ايدك دي تصدقي لقيتها مرميه في دواسه عربيتك؟ وايه اللي وداها العربيه؟ هو في غيره بيركب العربيه؟ اكيد اللي اسمه عبد الله السواق ده. قصدك ايه؟ الواد ده انا كنت حاسس من اول ان هو بيشرب حاجه، قلبي ما كانش مرتاح له. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده شكله غلبان ومالوش في الحاجات دي خالص. والله انت اللي غلبانه يا حبيبتي، مالكيش في اي حاجه. الناس دي انا عارفهم كويس، ولو مش مصدقالي مدهيله، اكيد هتلاقيه متوه. طب انا هثبت لك انك ظالم، استنى بس. مايا اندهيلي يا عبد الله بليز. خرج الحقوني، خرج الحقوني عبد الله، الحقوني عبد الله. تعال، عايز ايه؟ تعال عايز اتكلم معاك. طب ما تيجي انت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ طب بالراحه، خلاص هجيلك. انا جاي لك. ما تتكلم عادل. انا جاي لك اهو، تعال بقى. بتيجي يا بت؟ مش قلت لك؟ انا عندي خبره في الاشكال الوسخه دي. بتيجي يا بت؟ يلا يلا يلا. يا محمود، يا محمود يا غفير، يا محمود. استغفر الله العظيم يا رب. يا أيوة. محمود. ايوه ايوه فعلا. قفل عليها كده ليه؟ من البلاوي يا اخويا اللي انت عملتها، ونايم ما انتش دريان بحاجه خالص. بلاوي ايه؟ يعني اخر حاجه فاكرها ان انا كنت بشرب شاي ودخلت ريحت شويه. ريحت شويه؟ ده انت قعدت تهرتل وتهلفط، وبعدين هيدي هانم ندهت لك، وبعد شويه صغيره من دخولك الفيلا زعقت لك وطردتك هي وحاتم بيه. انا لقيتك خربان وضايع ومبلول ومش عارف تروح، رحت مدويك عندي في الاوضه. ادي اللي حاصل. يا سوادك يا عبد الله، سامدك يا عبد الله. اللي حصل ده واضح زي الشمس، عملت لي فيها طيب وغلبان، وفي الاخر طلعت مدمن مخدرات. والله يا استاذه هايدي انا مالية في الحاجات دي، صدقيني. هو انا المفروض اصدقك بعد ما شفتك بتتطوح قدامي؟ والله العظيم مظلوم، اكيد في حاجه غلط. اكبر غلط هو وجودك وسطينا هنا. انا كلمت بابا فهمي وقال لي انك لازم تسلمني رخصه العربيه والمفاتيح. يعني مفيش فايده خالص. انا ما بكرهش في حياتي قد الكذب والكذابين، وانت طلعت كذاب يا عبد الله. حاضر يا استاذ هايد، مفاتيحي. السلام عليكم.